كلما طالت فترة تنفيذ المشاريع الإنشائية والمخصصة للبنى التحتية في عديد من أنحاء المملكة، ازداد الضرر اللاحق بالتجار والمواطنين. فهذا مشروع الباص سريع التردد ما بين عمان وزرقاء، بدأت مراحله الثالثة والرابعة في وقت واحد، وما تزال فترة انتهاء المشروع غير محسومة. نتابع الأضرار ورأي التجار في هذا التقرير. يعتبر مشروع الباص السريع أحد المشاريع طويلة الأمد، والذي من المتوقع أن يخفف من أزمات السير ما بين أكبر محافظتين عمان والزرقاء. كمشروع باص سريع، احنا مع مشروع باص سريع، لكن احنا ضد المدة الطويلة اللي كلفت المشروع وكلفت أصحاب المحلات، أصحاب المولات، اللي كلفتهم يعني ماديا وعماليا. يعني حتى العمال الموجودين في الأسواق أو في المولات أو في المحلات اتضررت، والناس روحت موظفينها بسبب يعني زي ما انت شايف الشوارع كلها مسكرة، الشارع كله مسكر، فيش غير مسرب واحد، والمسرب اللي بيودي وبرجع على نفس الشارع مش موجود، ما في مسرب يرجعك على نفس الشارع. هذا كله أثر على جميع المحلات، على جميع المحلات كاملة، أدى إلى يعني تدهور اقتصادي كامل في الشارع كامل، حتى أنه في محلات كثير سكرت. بالنسبة لباص السريع، بالنسبة لباص السريع احنا محلاتنا عنده، محلاتنا يعني احنا مع اجار محلات مش عارفين ندفعهن، اجار المحلات مش عارفين ندفعهن نهائيا، من وراء التحويلات من وراء الدنيا، يعني انخرب بيتنا، يعني مش عارفين، يعني الواحد يا دوب قادر يصرف على اولاده. بالنسبه للباص السريع كان ضرره على المنشات التجاريه بالنسبه للعاملين وبالنسبه لاصحاب المنشات التجاريه، تمام. بالنسبه في بعض المنشات سكرت، في بعض المنشات تضررت، في بعض العاملين كانوا مثلا منشأة فيها 100 عامل صار فيها 40 عامل و30 عامل. مع طول فترة تنفيذ المشروع تبقى آمال التجار معقودة على إنهائه في أقرب وقت ممكن، وخصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.